علشان نتفق ونتحد مع بعض. لذلك أنا أطالب دول الخليج أن تتبنى مفهوم واحد تعمل عن طريقه. خليهم يتفقون. الآن دول الخليج غير متفقة حول جماعة الإخوان المسلمين أنهم إرهابيين ولا غير إرهابيين. خلينا نكون واقعيين. هناك من يعلن علنا أنهم إرهابيين، وهناك من يعلن علنا أنهم غير إرهابيين، وهناك من هو ساكت ولا يريد أن يبين وجهة نظره. لذلك هذا العمل ما هو عمل جماعي، هذا العمل ما هو عمل مؤسسي. القضية ليست شخصية، القضية ليست حدث يحدث بناء عليه أنا أعرف هذه الجماعة أو تلك. يجب أن نكون عندنا مفاهيم معينة، وضع واضح نعمل له بغض النظر عن الأحداث اللي تأتينا. ممكن أنت بعد سنتين ثلاثة ممكن أنت يصير وضعك زين مع الإخوان وتغير وتحطهم لا مو إرهابيين. فهذا العمل اللي إحنا ما نبي، إحنا نبي عمل مؤسسي، عمل علمي واضح يحدد من هو الإرهابي، حتى إحنا كشعوب ندعم هذه الحكومات. الآن حتى شعوبنا مختلفة حول تجريم او وضع بعض الاحزاب والمنظمات من ضمن خانة الإرهاب، ومش بس